سبيل للإعلام تقدم قصص الأنبياء بالعامية السودانية. قصة النبي موسى عليه السلام. الحلقة العاشرة. أها يا خالتي صفية. الحمد لله. أنا متذكرة المرة اللي فاتت يا خالتي صفية. أها. قلت لنا إنه الله قال لسيدنا موسى لما كان طالع على الجبل. يا موسى أمشي للشعب وريهم كيف يتطهروا. وخليهم يغسلوا ملابسهم ويستعدوا لليوم الثالث ويكونوا طاهرين فيه لأني حيتجلى فيه على جبل سيناء قدام كل الشعب. ده كلام صح. أها سيدنا موسى عليه السلام بعد كده نزل من الجبل ومشى ورى الناس كيف يتطهروا وقال ليهم يا جماعة ما تعاشروا حريمكم قبل اليوم الثالث، استعدوا عشان تكونوا طاهرين فيه. على حسب توجيهات موسى الناس فعلا غسلوا ملابسهم واتطهروا، وفي صباح اليوم الثالث جعل الجبل برق ورعد وسحابة ملبدة، وكان في صوت بوق شديد جدا، وكل الناس اللي كانوا في المعسكر خافوا. سيدنا موسى جمعهم من المخيم عشان يكونوا في حضرة الله، ومشوا ووقفوا قريب من الجبل. والجبل كان مغطى بالدخان لأنه الله ذو الجلال نزل عليه في نار مقدسة، والدخان كان طالع زي دخان الفرن. الجبل كله تهز شديد جدا، وصوت البوق بقى أشد لما سيدنا موسى كان بيخاطب الله. الله كان بيرد عليه بطريقة واضحة ومسموعة لكل الناس، والله بجلاله يا جماعة اتجلى على أعلى مكان في الجبل ونادى سيدنا موسى عشان يطلع هناك. سيدنا موسى فعلا طلع، والله قال له يا موسى انزل وحذر الشعب عشان ما يطلعوا الجبل ويشوفوا جلالي، لانه كل اللي بيطلع الجبل ده حيموت. وكمان قول للاحبار المقربين مني لازم يتاكدوا انهم طاهرين، ومع كده ما يطلعوا للجبل عشان ما اهلكم. وسيدنا موسى قال لي الله يا رب الناس ما حيقدروا يطلعوا للجبل ده لأنك حذرتنا وقلت لنا أعمل حدود على الجبل وهو بقى مكان مقدس دلوقتي. والله قال لسيدنا موسى أنزل وأطلع تاني وخلي هارون يطلع معاك، لكن الأحبار والناس الباقين ما يطلعوا وما يقرب مني عشان ما أهلكم. وسيدنا موسى نزل وكلم الناس بكلام الله. وبعد كده الله خاطب الشعب وقال لهم أنا الله إلهكم القدير أطلعتكم من سجن العبودية في مصر، ولازم تعرفوا أولا ما في إله تاني غيري، يعني لازم تعبدوني أنا فقط وما تعملوا صنم على أي شكل كان وما تسجدوا له، لأني أنا الله القدير أغضب على كل زول يعبد أي صنم أو إله غيري، لأنه بالنسبة للناس اللي بيحصوني حخلي تأثير أفعالهم السلبية يقع على أبنائهم، وبرضو الغاية الثالث ورابع جيل حسب مشيئتي، وبالمقابل هأحسن للي بيحبوني ويعملوا بوصاياي لغاية ألف جيل. وما تنسبوا أي باطل لإسمي، أنا إلهكم القدير، لأني حعاقب أي زول يعمل كده. في يوم السبت ارتاحوا وتذكروني، لأنه عندكم 6 أيام عشان تشتغلوا فيها وتنجزوا فيها كل أعمالكم، لكن اليوم السابع أجعلوه مخصص لعبادتي، عشان كده ارتاحوا وما تعملوا فيه أي عمل، لا أنتوا ولا أولادكم أو بناتكم أو عبيدكم أو خدمكم أو بهايمكم ولا حتى الغرباء الموجودين بينكم، لأني صنعت السماوات والأرض والبحر كل ما فيهن في 6 أيام، لكن في اليوم السابع ما صنعت أي شيء،
عشان كده باركت اليوم ده وجعلته يوم مخصص لعبادتي، وكمان بوصي كل واحد منكم أكرم أمك وأبوك عشان يتبارك عمرك وطول إقامتك بتعاقب الأجيال في أرض الميعاد. يا سلام. وما تقتل نفس بغير حق، وبرضو ما تزني وما تسرق وما تشهد على أي أحد بالزور، وما تطمع في بيت غيرك ولا في زوجته أو عبده أو خادمه أو توره أو حماره، يعني لا تطمع في أي شيء مملوك لغيرك. الناس لما شافوا البرد والرعد وسمعوا صوت البوق وشافوا الدخان طالع من الجبل خافوا ويكفوا يسمعوا ويراقبوا من بعيد بقلق، وقالوا سيدنا موسى عليه السلام: يا موسى كلمنا كلمنا انت ونحن حنسمع الكلام، لكن لو الله استمر في الكلام نحن حنموت. ما تخافوا يا ناس، ما تخافوا ما تخافوا، الله ما جاء عشان يهلككم، وانما بس جاء عشان يوريكم قوته، عشان كده اتقوه وما تغلطوا. والناس فضلوا واقفين بعيد، لكن سيدنا موسى عليه السلام مشى قريب من السحاب الموجود فيه الله. وهناك الله اداه مجموعة من الوصايا والقوانين للشعب عشان يتبعوها، وحذرهم بشدة من مخالفتها، ووعدهم بالدخول لأرض الميعاد، ونهاهم من عبادة آلهة سكانه، ووعدهم بأنه حيهلك الأمم الموجودة فيها. بعد ذاك سيدنا موسى نزل من الجبل، والله قال له: أطلع وجيب معاك هارون وأولاده الاثنين الكبار ناداب وأبيه، ومعاكم 70 من شيوخ بني إسرائيل للجبل، وأسجدوا لي من بعيد، وبعد ذاك تقرب لي أنت وبس، لكن هارون وأولاده والشيوخ 70 خليهم واقفين بعيد، أما باقي الناس ما يطلعوا للجبل خالص. وسيدنا موسى قبل يطلع مع هارون وأولاده الاثنين وشيوخ بني إسرائيل بلغ الناس بكلام الله وأحكامه، والناس كلهم قالوا بصوت واحد: موافقين. وسيدنا موسى عليه السلام كتب كل الكلام اللي قاله له الله، وبمناسبة العهد ده قام في الصباح وبنى منصة لتقديم الضبائح لله قدام الجبل، وكمان بنى له 12 عمود على قدر عدد قبائل بني إسرائيل، ورسل له شباب من بني إسرائيل وقدموا ضبائح محروقة وضبائح صحبة لعلاقة طيبة مع الله، والضبائح دي كلها كانت من التيران. وسيدنا موسى فرغ نص دم الضبائح دي في مواعين ورش النص الثاني على المنصة، وأخذ كتاب العهد وقراه للناس، والناس قالوا: موافقين. ننفذ بالحرف الواحد. موافقين. وسيدنا موسى عليه السلام استعمل الدم إشارة للعهد بين الله والناس، وقال لهم: ده هو دم لعهد الله معاكم بخصوص الكلام ده. وحسب أمر الله سيدنا موسى طلع الجبل ومعاه هارون وأولاده الاثنين ومعاهم الشيوخ 70، وهناك من بعيد شاهدوا لمحة من جلال الله صاحب العهد المقدس معاهم، مستوي فوق أرضية من الياقوت الأزرق الشفاف صافية زي السماء، والله ما مد يده عشان يهلكهم، وهم شاهدوا لمحة من جلال الله وأكلوا وشربوا بمناسبة عهد الله معاهم. وبعد ذاك سيدنا موسى والجماعة معاه كلهم نزلوا من الجبل، والله قال لسيدنا موسى: أطلع الجبل وخليك واقف هناك لغاية ما أديك لوحين من الحجر كتبت عليهم الوصايا العشرة للناس عشان يتبعوها. وسيدنا موسى قام وساق معاه يشوع مساعده وطلع الجبل، وقال للشيوخ: يا جماعة أيوة انتوا ما تطلعوا كويس، انتظروا هنا لغاية ما نرجع لكم. حاضر. وهارون
والمستشار حور حيكونوا معاكم. جميل جميل. اذا كان عندكم اي استفسار قدموه لهم. حاضر خلاص. حاضر. ما في حاجه. ولما سيدنا موسى كان على الجبل، جلال الله كان نازل على الجبل وكان ظاهر قدام عيون بني اسرائيل زي نار موقده، والسحاب غطى الجبل لمده 6 يوم، وفي اليوم السابع الله نادى سيدنا موسى من وسط السحاب، وسيدنا موسى عليه السلام دخل وسط السحاب لما كان طالع لراس الجبل، وبقى هناك على الجبل لمدة 40 يوم بلياليها. 40 يوم؟ 40 يوم. في الفترة دي الله أدى سيدنا موسى تعليمات للناس عشان يطبقوها بخصوص العبادة، وكمان أداه إرشادات لترتيب خيمة بكل مستلزمات للعبادة. ولما ختم كلامه مع سيدنا موسى سلم لوحين العهد وهن لوحين من الحجر، الله كتب فيهن الوصايا العشر بنفسه عشان تكون أساس للعهد بينه وبين شعب بني إسرائيل، وأمره بأنه يصنع صندوق بمواصفات محددة لحفظ اللوحين ديل، والصندوق ده بقى اسمه صندوق العهد. بعض الناس لما شافوا أنه سيدنا موسى تأخر في النزول من الجبل اتلموا وقالوا لهارون: يا هارون. أيوة. أصنع لنا إله عشان يرشدنا، لأنه موسى طلعنا من مصر ما نزل من الجبل. أي لازم تصنع لنا إله تاني عشان إحنا فعلا. أيوة. ما عارفين موسى حصل له شنو في الجبل. فعلا فعلا. طيب جيبوا لي الحلقان بتاعت الذهب اللي عندكم. والناس فعلا جمعوا الحلقان اللي عندهم كلها وجابوها لهارون، وهارون استلموا منهم وصهروا مصباهم في قالب على شكل عجل وعملوا صنم، ولما شافوه قالوا: يا سلام. أيوة يا سلام. ده فعلا هو إلهنا العظيم اطلعنا من مصر. يا سلام. طيب أنا هسه بنيت له منصة قدامه، عشان كده بكرة حيكون يوم عيد لإلهنا العظيم. دي يا جماعة كانت هي نهاية الجزء ده. في المرة الجاية بإذن الله نواصل. شكرا يا حبيبي. شكرا يا حبيبي. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا يا حبيبي. تحية زروق. إخراج طماطر شيخ الدين.